السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حل مسائل تطبيق 7 دال، خصائص الموجة وسرعة الموجة للصف 11 علمي، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. المسألة 3، كالعادة على الطالب قراءة المسألة بهدوء، استخراج المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة، ثم اختيار المعادلة المناسبة للحل. بذكرك مرة تانية أنه مكتوب على ورقة أسماء الكميات الفيزيائية لوحدة الاهتزازات والموجات، وورقة أخرى فيها المعادلات لوحدة الاهتزازات والموجات. يبلغ الطول الموجي للضوء الأحمر الذي يصدره ليزر هيليوم نيون القيمة في الهواء إن سمول يعني نانو متر، وينتشر بسرعة بالسرعة هذا. إذن هذا الطول الموجي وهذه الهيئة جد تردد أشعة الليزر. إذن أيضا هذه المسألة تدريبية. إذن هذا الطول الموجي وهي سرعة انتشار موجة الضوء الأحمر، بده تردد، قانون تعويض جواب. إذا نحن بنعرف لمدة تساوي سي على إف الطول الموجي، ويساوي لسرعة الموجة كهرومغناطيسية على التردد. إف وتساوي يعني تناسب عكسي بين إف ولمدة، ومنعوض وبنحسب هذا التردد. إذا أيضا هالنوع من المسائل مسألة تدريبي، يعني بيخلوا عشان الطالب يتدرب على استخدام المعادلة وفهم نص اللفظي للمسألة.